المورد 17 الكامل جزء 10 في صفحة 235. ثم دخل السنة 2600 سنة 602 هجري ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب. قال في الكامل: وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني صاحب الدروب على ولاية حلب، فنهب وحرق وأسر وسبى. فجمع الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين يوسف صاحب حلب، جمع عساكره واستنجد غيره من الملوك، فجمع كثيرا من الفارس والراجل وسار عن حلب نحو ابن ليون. وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده مما يلي بلد حلب، فليس إليه طريق، لأن جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة ومضايق صعبة، فلا يقدر غيره على الدخول إليها لا سيما من ناحية حلب، فإن الطريق منها متعذر جدا. فنزل الظاهر وهو غازي ابن صلاح الدين صاحب حلب، فنزل الظاهر على 5 فراسخ من حلب، وجعل على مقدمته جماعة من عسكره مع أمير كبير من مماليك أبيه يعرف بميمون القصري. فأنفذ الظاهر ميرة وسلاحا إلى حصن له مجاور لبلاد ابن ليون اسمه دربساك، وأنفذ إلى ميمون ليرسل طائفة من العسكر الذين عنده إلى طريق هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك، ففعل ذلك وسير جماعة كثيرة من عسكره وبقي في قلة. فبلغ الخبر إلى ابن ليون فجد فوافاه وهو مخف من العسكر فقاتله، واشتد القتال بينهم. فأرسل ميمون إلى الظاهر يعلمه، وكان بعيدا عنه، فطالت الحرب بينهم، وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلة من المسلمين وكثرة من الأرمن، فانهزم المسلمون ونال العدو منهم فقتل وأسر، وظفر الأرمن بأثقال المسلمين فغنموها وساروا بها. فصادفهم المسلمون الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك فلم يشعروا بالحال، فلم يرعهم إلا العدو قد خالطهم ووضع السيف فيهم، فاقتتلوا أشد قتال. ثم انهزم المسلمون أيضا، وعاد الأرمن إلى بلادهم بما غنموا، واعتصموا بجبالهم وحصونهم. أقول: أين العادل وغير العادل مما وقع على إخوانهم المسلمين من أهل طائفتهم وأهل مذهبهم؟ فما أسرعهم لقتال إخوانهم المسلمين، وما أجبنهم وأخذلهم لما يكون نداء واجب لقتال الكافرين، فإنهم يتخاذلون، يتقاعسون، ينهزمون، يتخاذلون.